مبروك طبعا فوز امبارح، فوز مهم جدا، مش مهم عشان هو السبيل او الطريق للعبور لدور المجموعات بقد ما هو كان مهم جدا لتحقيق مكاسب كتيره جدا. اعتقد ان الاهلي ومستر مارسيل كولر امبارح خرج بيها من ماتش سان جورج، الرباعيه كانت كافيه طبعا بكل تاكيد، لكن الاهم من الاربع اهداف رائعين اللي سجلهم او احرزهم نادي الاهلي امبارح هي المكاسب اللي طلع بيها الفريق. اولها الحقيقه اثبات وجود لكثير من اللاعبين اللي كانوا يستحقوا التواجد بشكل اساسي، اللي كانوا يستحقوا فرصه، واعتقد ان الحقيقه كلهم امبارح ظهروا بشكل كويس جدا، سواء بنتكلم على محمد ضوي كريستو، بنتكلم على كريم الدبيس، بنتكلم على كوكا اللي مباراه بعد مباراه بيتطور اكتر باكتر، بنتكلم على العائدين وبقوه. امبارح مجدي قفشه بشوف انه يمكن يكون اهم مكاسب مباراه سان جورج، تسجيل كهربا لهدفين وعودته لهز الشباك مره ثانيه واحده من المكاسب. وانا عندي كلام كتير على كهربا النهارده بسبب طبعا الكلام اللي حصل على السوشيال ميديا. مهم جدا ناخد دايما في اعتبارنا حجم الضغط اللي بيتعرض ليه لاعيبه النادي الاهلي. قبل ما بطلع مع حضراتكم وقابلكم على الهواء بدقايق كنت بتفرج على لقطات او يعني الاجزاء من مباراه وولفرهامبتون مع المان سيتي، وفي يعني في الوقت ده كان الولفز متقدمين على السيتي بنتيجه 1-0، وهنا كنا بنتكلم على حجم الضغوط اللي بيتعرض لها اي فريق متعود على انه ينافس على كل الالقاب والبطولات، زي ما بتكلم على السيتي زي ما بتكلم على الاهلي. كان الله في عون لاعبين، واحد بيلعبوا موسم طويل جدا، المنافسه داخل الفريق في كل مركز كبيره جدا، حجم الضغط من الجماهير فوق الطبيعي، وحجم المنافسه كمان. خد بالك انت بتلعب مع كل فريق بيقدم اقصى ما عنده مهما كان ترتيبه في الجدول او مهما كان وضعه في اي مسابقه او مهما كانت امكانياته او مهما كان تصنيفه، هو يعلم تمام العلم انه بيواجه النادي الاهلي، فهي بالنسبه له ممكن تكون اهم مباراه في الموسم اللي من وجهه نظرك انت كجمهور، وفي بعض الاوقات اللعيبه وحتى الجهاز الفني ممكن تكون مباراه في المتناول او مباراه سهله. فبالتالي حجم الضغوط، وده جزء كبير جدا من نجاح اي لاعب، الامكانيات في الملعب مهمه، قدراته الفنيه، قدراته البدنيه، كل ده شيء مهم جدا، وقدراته النفسيه والذهنيه والعصبيه شيء ايضا في منتهى الاهميه، وخصوصا مع هذا الكم الكبير جدا من الضغوط. وده اللي يفسر لك في فتره من فترات انه لعيبه باعلى كواليتي جت ولعبت في انديه كبيره جدا زي النادي الاهلي وتجربتها ما كانتش على نفس المستوى من النجاح. عندنا كلام كتير جدا نقول النهارده، وهقدم لكم في حلقه النهارده جوهره برازيليه، الناس اللي بتثق في رؤيتي او الناس اللي بتثق في يعني تقييمي للاعبين، النهارده هقدم لكم لاعب يمكن تكونوا ما سمعتوش عنه قبل كده، لكنه انا بشوفه في خلال سنه او سنتين هيبقوا من اهم نجوم الكره في العالم وفي اوروبا. قبل ما نروح لاخبار نادي الاهلي ونطمن على تحضيراتنا ان شاء الله لمباراه امبي، ونسال ونطمن على رضا سليم امكانيه جاهزيته، هل هيلحق المباراة ولا لا، ونشوف تمرينة النادي الأهلي.